متحف المنامة الرقمي حكاية المنامة يقدم الدكتور مصطفى السيد أيقونة العمل والأمل ابتسامة لا يطفئها التعب والأمل في قلبه لا ينضب بل يزداد ويتجدد بالطموح والتفاؤل والمحبة هكذا هو الدكتور مصطفى السيد أيقونة العمل والأمل يعود بذاكرة طفولته لسنوات عمره الأولى ورغم الشقاء الذي اكتنف حياته فإن البسمة لا تفارق محياه وخطوط وجهه تحكي قصص العطاء وبياض شعره يشبه نقاء قلبه يسعدني أرحب بضيف الحكاية لهذا اليوم سعادة الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية سعادة الدكتور مصطفى السيد مساك الله بالخير دكتور خبرات متنوعة ومختلفة عطاء بلا حد في كل المجالات في الإدارة في الفكر في التعليم في التربية للأطفال قبل الكبار طبعا كل ذلك وأكثر سعادة الدكتور نفتح اليوم معك حديث الذاكرة وكلنا شوق لنعرف السر وراء هاي الابتسامة اللي تزين جهدك وعطائك وعطائك الإنساني طبعا فحابين نبحر في هذه السيرة إن شاء الله ونستفيد منها دكتور نبدأ بالمحور الأول طبعا عن الولادة والنشأة أين ومتى والوالدين وتأثيرهم في حياتك فأتحفنا دكتور أوعدك أن الابتسامة تستمر إذا ما تسألني أسئلة حساسة ولدت أنا في الحورة بالمنامة والحمد لله عشت حياة سعيدة رغم التحديات والمرارة اللي مرت بها بس أشعر أن كنت محظوظ وسعيد بالمحبة والدعم اللي شفته من كل الناس من أهلي من أهل الخير وناس اللي راعوني في جميع محطات حياتي توفى أنا والدي وعمري 5 سنوات احنا كنا 5 أيتام أخوي الأكبر منصور وأخ وصديق وبنتين خوات وأخي عبد الرحيم اللي نسميه هو الأخ الأكبر مع أنه أصغر لأن عندنا نصائح دائما جيدة أي مرة نصير بأي ظروف صعبة عائلية دائما هو يطلع بحلول إيجابية والدتي إنسانة عظيمة جدا ربتنا تربية جيدة كانت تشجعنا على العلم مع أنها ما راحت المدرسة بس كانت حافظة القرآن وتقرأ كل يوم الصبح أثناء ما يعني ترتب البيت من الفجر نسمع تقرأ وتدعي من دعوات اللي تأثرت بها أنا كمان تدعي من ربنا من الله سبحانه وتعالى إنه يوفق كل عيال الناس وينجحهم ومن بينهم عيالي كانت تقول فعلمتنا على عدم الأنانية بأن احنا أفضل من أي ناس آخرين هاي شيء كانت رغم الظروف المادية الصعبة جدا إنها كانت كريمة مثلا أتذكر كان عندنا صندوق أو كبت أخضر بيت متواضع عندها غرشة تشتري دائما غرشة مليانة حلويات ملونة مثل الزجاج وتعطي الناس حتى عيال تجار كانت كريمة معاهم حتى عيال تجار كانوا يتغدون معنا احنا الصالون اللي تسوي لنا فيها شوية لحم بس أكثرها عظامه بس من البهارات والآلو والأشياء تطلع لذيذة يعني كانت معلمة أخوي منصور كان يشجع على العلم الدراسة بالنسبة أهل المنطقة كانوا جداً طيبين يعني حتى يما
كنت صغير إذا يشوفوني بعد الساعة 8 برا في الشارع عين بيتنا في الحورة، واحد من أهل الفريج يقول لي سيد روح البيت وقت متأخر، يعني كانوا يراعوننا كأن احنا عيالهم. والأجواء كانت طيبة، كنا نلعب على السيف، أولاد وبنات، اللي يطير الساحرة طائرة ورقية، اللي يلعب بالدوامة ولا يلعب بالتيلة ولا يصيد سمك، يعني كانت حياة جميلة بيننا. والأشياء الصعبة كانت في صالحنا، مثلا مدرستنا في القضيبية حوالي 4 كيلو، كنا نروح فترتين صباحي ومسائي للدراسة يومية. كنا فقارة، الباطنون مالنا كان مشقق يعني يم الركبة، بس الحين نشوف التجار اللي يلبسون هالبواطلين يعتبرونه فاشن، بس احنا كان عندنا فاشن بطبيعة الحال، إن ما كنا نبدأ نغير البواطلون كل يوم. وحتى المشي اللي كنا نمشي هاي احنا اكتشفنا يسمونه ما ادري جوجينج او رياضة المشي، بس كنا نسويها لأن ما كان عندنا وسيلة استعمال المواصلات. فهي كانت أيضا في صحتنا، والناس كانوا يأكلون اللحم والأشياء الدسمة، وإحنا نأكل خضرة. وحين صاروا فيجيتيريان والأكل فيجيتيريان للسوق، والناس يتباهون أنهم ما صاروا يأكلون خضروات إلى آخره. فحياتنا البسيطة كانت مفيدة بالنسبة لنا. في المدرسة أول خطوة للتعليم، أول خطوة للتعليم، أول خطوة للتعليم طبعا رحت في البداية المطوع. تذكر من كان المطوع؟ مطوعة اسمها زيبا، وأخوها عبد الرحيم كان يدرسون، كانوا جدا طيبين، مع أنه حق العصا كان شيء عادي يعني يشرطه في الواحد إذا ما يدرس ولا شيء. وأتذكر أنه في نهاية النهار لأن الأهالي يأخذونهم وتيرة الصوت بالغراء لازم نرفعها شوية عشان الأهالي يقولون الحين نقرأ طول الوقت تسمع صوت الكل اللي يقرأ ما تعرف كل واحد قاعد يقول. فأيام جميلة. وايضا رحنا المدرسه القضيبيه قبل ما حتى يركبون سور المدرسه، اول ما برس المدرسه كنا اول دخل المدرسه، مدرسه جميله، عبد علي حاج عباس كان مديرنا، رجل فاضل ومربي قوي واساتذه طيبين. اتذكر من بينهم الاستاذ عتيق سعيد اللي طلع جيل من الفنانين مثل إبراهيم حبيب، حمد دوسري، كان اختار من أصوات في المنالوج إلى الإذاعة إلى الفن. وأنا كنت محظوظ من اللي حصل على رعاية واهتمام من السادة عتيق. في برنامج صباحي كان يعطوني مقالات أقراها، وكان شيء جميل، أشعار واستفادت منها بعدين في حياتي. مدرسين تذكر أحد في المرحلة الابتدائية؟ أي أستاذ جبارة كان مدرس قوي، إسحاق الكوهجي الرسام الله يرحمه، مدرسين أستاذ شناعة، أساتذة مصريين كانوا، لبنانيين كانوا أكثر شيء. وخلصت المرحلة الابتدائية وكنت من أوائل في الصف، واضطريت أن أترك الدراسة عشان أساعد عائلتي المعيشة، ما قلت كنا إحنا يعني عائلة فقيرة وأيتام، وبغينا نريح الوالدة، فقلنا لها رحنا بأبكو أبرنتس يعطونا راتب ويعلمونا. كم كان الراتب ذاك الوقت؟ وايد تقريبا 700 فلس اليوم، 21 دينار. هاي 21 دينار وايد، لأن كنت أعطي البكشة حق الوالدة
600 فلس هي تحتفظهم يوميا حق المصاريف، تعطيني 100 فلس الا ربويه نص ربويه اتريق فيه ناشف وخبز وشاي الصبح بالكافيتيريا حق واسم جعفر يمد بست بابكو. وايضا كان عندي حق العصر استراحة بعد اشرب شيء، وفي الليل بعد كان عندي اربع انا اخذ لي بعض المرطبات، ما بقول اسم مرطب لان الحين ما يعيدون. شنو طبيعة الشغل وانت في هذا السن كانت دكتور؟ والله انا مرت يعني بحالة صعبة لان كنت صغير، في فترة كنت اصب اويل في المكاين، والمكاين رفيعة ما طال، دخلت عمري 13 سنة والسن القانوني للعمل كان 14، بس اللي خد علي الاختبار قال انت وايد سويت زين ما بفوت عليك الفرصة، وانا عارف انت محتاج للعمل فامشيك، بس اتفكر انك انت اشطر مني، انا ادري انت 14 سنة. قلت له جزاك الله خير. فكنت اوقف على صندوق واصب اويل في المكاين، بس لقيت ناس طيبين، شخص من انجلترا اسمه ألين هولاند كان يعرف ان انا احب التعليم واحب الثقافة وافهم، مع انا كنت خريج الابتدائية، ويعطوني بعض مبادئ العلوم في مدرسة ابرنتس بابكو. في فترة اللي نشتغل 6 أشهر دراسة مثلا 6 أشهر عمل، فترة العمل كان يفتح بعض الأجهزة ويشرح لي، وكان يعرف في قلبه أنه في يوم من الأيام أتعلم وأتفوق، مع أن عملي كان أبطأ أنزل عمل في الفترة، فيشرح لي يقول ترى الإشارة حق تشغيل المحطة أول شيء يجي لهنا، من هنا يتوزع، جزء يروح حق الغاز جزء يروح حق الهواء، وبعدين يصير احتراق، وهالجزء حق هالجزء يقول ما اعرفك شنو بس راح ابحث اقول لك. الى اليوم اتذكر يقول هالاجهزه مثل الصينيين اذكيه بس احنا ما نعرف لغاتهم احيانا. فتعلمت منه الانسان يكون متواضع ويعترف اذا ما يعرف، حتى لو يشرح حق ابنه ولا اي شخص بسيط، يعني اعترف انه ما يعرف يتعلم وبعد يشرح له الصحيح بدل ما يتكلم كلام فارغ عشان يرى انه هو فاهم هاي مو صح. رجل شجعني جدا. بعدين شخص اخر وقف حياتي اسمه فيبيان ماكنايت مدير الابرنتس، قال لي شوف الصفه انت في الصف الثاني ابرنتس وباقي لك سنتين تخلص ابرنتس وتصير ميكانيك، ميكانيك سيارات، ميكانيك آلات، كهرباء، شيء. بس أنا أشوف أنك أنت عندك قدرة أخليك في مسار أكاديمي. عندنا مسار تدخل الآن مع طلاب من الثانوية يجينا، وإذا نجحت تتفوق أكثر. بس لازم أخاطرك سنتين. العادة اللي يروحون بعد ما يخلصون أبرنتس أو يخلصون الثانوية. فتقبل التحدي، قلت لك وقبلت. ما ادري لحسن حظي او سوء حظي، اول انشاء بالانجليزي اللي كتبته المدير صححه بدون ما يدري الصعوبه وخلت خفيتي كتب If this is your English you will not last in this class for long، اذا هاي انجليزيتك ما راح تنفع الصف مده طويله. طبعا هاي كان اكبر تشجيع لي ان انا في المرحله لازم افرحه اوصل لمرحله ثانيه، اقول انا اتخرج اول واحد راح اسلم عليه واقول له ترى نجحت. فتمت اكله. اكثر شيء كتب الانجليزيه عن شكسبير، بس الكتب المختصره والكتب شكسبير كبيره، بس الكتب اللي فيها تلخيص يمكن 70 صفحة مقارنة 200 300 صفحة كتب الكبار، واللغة بسيطة.
فكنت أقرأ حق تشارلز ديكنز، جون ستاينبك، وتباعد أمام حصين على جائزة نوبل. تشبعت أفكارهم الإنسانية الجميلة. في أحد الكتب على سبيل المثال، واحد ينتقل من مدينة لمدينة يأشر على راعي شاحنة عشان يوصله. راح شاحنة وقف قال بس قانون الشركة إنه ما أقدر أوصلك، وأنا رايح بنفس الموقع الجمع. قال له good people don't obey bad rules، الناس الطيبين ما يتبعون قوانين سيئة. قال له جنب، أنا ما يبغى هو يتبع قوانين سيئة. فهي أعطاني مبدأ في حياتي أن أغير كثيرين من القوانين في المؤسسات، في الشركات، حتى يوم كنت في الشورى. قانون المرور إلى الآن ساهم في تخفيض عدد الوفيات من 60%. كان لي شرف اقتراح القانون وتم موافق عليه من الداخلية، مجلس النواب، مجلس الشورى. وأول ما صدر القانون وكان يعطوا مخالفات اللي يطوفون الليت الأحمر باستمرار قبل التشديد، أفتخر الآن أنا ساهمت فيها. قوانين أخرى غيرتها في حياتي لأن أتعلم من كتاب بسيط أن الإنسان الطيب ما يستمع إلى قوانين سيئة، بس النظام نظام يعدل القانون. واستكملت الدراسة بعدين؟ تكملت الدراسة الحمد لله، هاي بعد تحدي كبير. خلصت، نقلني المدير إلى شهادة الثقافة العامة بريطانيا GCO level، وكان مطلوب أن أحصل على أربع نجاح في أربع مواد من بين خمسة كان يعطونا، العبارة فيزياء، كيمياء، رسم الهندسي، لغة الإنجليزية، رياضيات. إذا ننجح في أربع كان يعطونا لدبلوم وبكالوريوس لمراكز قيادية عليا في بابكو. كان من برنامج جيد عندهم، وأنا أشكر بابكو لأن الواحد لازم يشكر إلى أفضل عليه، وأنا استفادت كثير من بابكو وأعترف هالشيء والحمد لله. والله كرمني أن رجعت وخدمت الشركة وغيرت فيه أشياء أجيكم بعدين. إن إذا تعمل خير أنت تجد خير، وكيف أنا ساهمت في بابكو على الدعم العراقي في ظروف صعبة جدا. المهم خلصت من أوليفن، رحت أخذ دبلوم في إنجلترا، وكان في توصية من الكلية إن أواصل البكالوريوس، إلا أن الشركة كان عندهم فكرة ثانية، قالوا يسوون تجربة إن يخلون أشخاص يصيرون مهندسي الكهرباء مشرفين على الورديات، شيب تشارج إنجينير، بدون ما يأخذون شهادة الجامعية، يعطونهم شيئين، كورسات في إنجلترا مدة سنة وتدريب على الموقع. أنا ما كان عندي خيار لأن ما عندي فلوس أكمل بكالوريوس شهادة جامعية، وكان في قلبي ودي أروح. كنت كاتب في مذكرة يوم كنت صغير، يوم طلعت إن the thought of going back to college is rooted in my heart، كنت أتمنى أن أروح، بس استقبلت أمر الواقع وخدت الكورس وصرت مدير محطة، صير مدير محطة ثانية، حصلت جوائز، رجل الشهر خمس مرات، رجل السنة، والحمد لله كنت من المتفوقين في الميادين الإدارية والمهنية في بابكو. بعدين تم اختياري من قبل حكومة البحرين لإدارة محطة سترة، وانتقلت إلى الحكومة. أحيانا البيروقراطية في صالحك. بعد ما انتقلت ديوان خدمة مدنية قالوا ما نقدر نخلي مهندس مثل ما هو كان في بابكو، أنا لازم قانون يكون عنده شهادة.
ماجد الجشي وجميل العلوي. ماجد كان وزير والأخ جميل كان وكيل، جزاهم الله خير. قالوا هاي في صالحنا، لأن المصنع تحت الإنشاء في خلال 3 سنوات، فأنتوا كلامكم صح، نستفيد أن تقوي الدكتور من ناحية، ما كنت دكتور عادي، نقوي من ناحية الهندسة والنقاط مهمة لحد المستقبل. فأعطوني دورة بكالوريوس هالحل الإبداعي من أسد ماجد، وأنا كنت خايف، مو بس الوزارة كانت خايفة، قلت حق أسد ماجد أخاف ما أنجح، ولكن في بابكو رئيس وبدون شهادة كنت ماشي فيه. قال شوف مصطفى، إذا ما تقبل يمكن تتأسف بعد عشر سنوات، وأتكلم معي مثل ما أتكلم، بس إذا تروح حتى تبغي تأخذ دروس إضافية، لأن كنت تارك الدراسة 8 إلى 9 سنوات وناسي اللي ما يعطونا قبل ما أدخل السنة الجامعية، اللي ما لي خلفية أكاديمية، ناسي كل شيء. قال لي لو تأخذ دروس إضافية I don't mind to pay a few pounds، قال ما عندي مانع شخصيا أدفع لك في الدروس. واخذت، كنت أدرس ليل ونهار عشان باي وي حوالي 90 دينار، 90 باوند، 90 فاين، وايد كلير، بس ما قدرت للبيل، لأن كلامه كان أغلى من أي شيء يعطيني. خلصت البكالوريوس، وأثناء البكالوريوس كنت مطور جهاز بيرنر، نوع من الولاعة معينة للصناعة، والجامعة اقترحوا أن أواصل التخصص في هالشيء، ولاعة غازية للاستعمال الصناعي. فراح توصية للأخ جميل وكان فرحان، قلت يعني أنت موافق؟ قال لي أنا موافق، بس مو على اللي يقوله رئيس القسم، لأن من ناحية فنية أنا واثق منك، بس أنا أبغيك تروح سنة ماجستير، لأن نريد تساعدنا بالإدارة، محتاجين بحرينيين، التوسع كبير، زيادة الإنتاج والطلب 30%، بما معناه نحتاج محطة يعني كل 3 سنوات، فنحتاج إلى الفكر، فواصل الإدارة واشتغل مع الشركة الإيرلندية في إيرلندا، لأنهم مستشارين لنا، فنضرب عصفورا بحصاية، تأخذ ماجستير أكاديمي، الجزء العملي خدمة على الشركة الإيرلندية، نستفيد وأنت تقوي علاقاتك معهم، وبعدين راح تكون مدير المحطات وراح تتعامل معهم. فكان خطة ذكية وكريمة منهم، وبديت اشتغلت في محطة الكهرباء، والله وفقني محبة ودعم أستاذ ماجد، أستاذ جميل وكل زملائي، وكنت حريص على حل المشاكل من جذورها. فعملنا لجنة لتضبيط توزيع الكهرباء في القرى والمدن والمحطات الفرعية والرئيسية، بحيث إذا يصير خلل بأي واير بأي مكان ما يأثر على المحطة الرئيسية، يكون في فيوز يقطع درجات، وهالفيوزات مقدارها جزء من الثانية، يعني هلون أسرع من هاي ثانية أسرع من هاي كهرباء تنقطع. فاشتغلت على هاللجنة وصممنا الأنظمة وبنينا مركز
الكهرباء للتحكم طبعا تحت الشراب، المهندس الرئيسي للكهرباء في البحرين، ويستاهل كل التقدير أخ جميل. وطلعنا بنظام إلى اليوم نعتبر نظام البحرين من أفضل الأنظمة. بعدين رحت تجربة بالقطاع الخاص، طبعا ما كانت عملية سهلة، وحتى لما وافقوا علي ان اطلع قالوا ما عليك تروح. انا طلعت صراحة لان الراتب كان جدا مغري، ومع سيارة وبيت وعندي عيال وحصلوا دراسة، ففكرت فيهم يعني. بما ان العمل بالقطاع الخاص في مصنع كل يوم يحسبونك كم دخلت كم دينار كسبت، يعني عملية جدا جدا ضغط رهيب، ولحظة أنت في هالمكان لحظة محل ثاني، وصراعات وتقنيات جديدة، يعني تشتغل كأنك في مختبر علمي علشان تلاحق الدول. إلا أن قبلت التحدي وقدرت في هالمصنع أن نوصل للعالمية، كان معي الأخ خالد زياني رئيس مجلس الإدارة، حامد زياني العضو المنتدب، حصلت منهم تشجيع للمغامرة لإنتاج منتج جديد عبارة عن ألوي، خلط من ألومنيوم البحرين اللي نقي، بس في قوة امتداد، قوة كبيرة، بل نخلي أبراج الكهرباء الواير يعني لأن وزنه انسمت ما نقدر نخلي الأبراج مسافة كبيرة، نتكلم عن بين جدة ورابغ بين دمام والرياض، فهل الأبراج إذا بعد المسافات بينهم شركات توفر ملايين، وبالتالي نكون منافسين، وكان في منتج جديد وعلينا أنافس. فبعجوبة وتجارب يوم حولنا خلف المصنع جبل من الوايرات اللي كانوا كنا نفشل فيه إلى ما صممنا، وحصلت عتاب من بعض أعضاء مجلس الإدارة، بس أنا كنت مصمم على وكنت أجي ناجح، والدول الغربية تكافحنا، أروح فرنسا أقول أبغى التكنولوجي، يقولون أوكي نعطيك يكلفك 3 مليون، وين 3 مليون؟ قيمة المصنع ديك الساعة 4 مليون، الآن الحمد لله مئات الملايين، والحمد لله وعندنا وعندهم عند البحرين وروع في دول. ففي الأخير قدرنا بالمحاولات أن نضبط هالخلطة وننافسهم، إلى اليوم ننافسهم بتقنية جديدة. أمانة هاي جهد بحريني إحنا شفناه من هالنجاح. طلب مني سمو رئيس الوزراء مثل ما وعدوني، يوم ما طلعت قالوا تروح الآن رتب أمورك، راتب سيارة وكل شيء، بس نرجعك وتكون بعد ما تتعلم الصناعة شيء يعجبك. نادوني قالوا نبغيك للبتروكيماويات، وأنا كنت أحب البتروكيماويات، كنت المهندسين أقرأ أخبارهم وأقرأ نتائجهم وافتتاح المصنع وهذا الأشياء، وللأمان كنت أتمنى أن أشتغل في أي قسم هناك، مصنع جميل وكبير وعلم جديد وتقنيات متطورة كان عندهم. فقالوا لي شوف أستاذ يوسف، راح كان مكانه قاعد يمي على السوفا وكان أبغيك. قلت له أتشرف حق أي قسم، كنت أتوقع قسم المواصلات قسم شؤون إدارية، لأن علاقاتي مع الموظفين زين أقدر أمشي هالأمور، أو قسم الصيانة، أو في بابكو في تشغيل المحطات والمرافق، وايضا كنت ملم بكيف الوحدات النفطيه تشتغل، لان لهم ارتباط كبير بانتاج الكهرباء وضمان سلامه التشغيل في الاقسام البتروليه. فقلت اي قسم؟ قالوا له انا ابغيك للتوب جوب. قلت ما اي توب جوب؟ قال
عن كل مصنع. قلت أنا مستعد ولا أعرف وما أقدر، كنت صريح وكنت أعني هالشيء يعني، مو عشان تساوى معه ولا أي شيء، لحد إن أنا اشتغلت ولا أعرف راتبي كم أمانة. فقلت له طرشوني سابك أو طرشوني أي مكان، أتدرب معهم 6 أشهر على الأقل ما يضحون علي إذا ما أعرف شيء، زملائي في الشركة بالوحدة. قال لي لا، إحنا دارسين أسلوبك بالتعامل مع الأشخاص وحرصك بالبيئة والسلامة وهالأمور والجودة، هالأمور تهمنا إحنا، وبالنسبة للأمور الفنية تقدر تجيب لك أفضل الناس إذا اللي عندك ما يعدون المستوى اللي تريده، فما عندنا وقت. قلت له طيب متى أقدر؟ كان يوم الأربعاء. قالوا هو وإجازة كانت خميس جمعة. قالوا يوم السبت. قلت ما السبت؟ أنا ما خبرت. قال حنخبر. خبروا خالد زيان. قال الشيخ عيسى بن عبد الله الوكيل كلم. قال مصطفى يبغونه. قال من يبغي؟ قال رئيس وزراء. قال ما أقدر أقول شيء. اللي أمر رئيس وزراء حنوافق. عندنا شرط إنه يبقى معنا فترة عضو مجلس إدارة إلى ما يحصل الأحد ويمشي العمل. كنت أمشي محلي الصبح هناك بعد الدوام، أشرف على المصنع، وهي تقدير منهم لي، وأنا كنت مستعد أضحي بسعادتي. فالله وفقني في البتروكيماويات. بس أتذكر أول يوم ما دخلت رجل أمن اسمه عبد الرحمن، العادة أنا أروح للعمل من وقت دائما، حتى بابك كنت أروح 6:30 أروح قسم الأوبريشن وأتأكد من سلامة التشغيل، بعدين أركز حق الأشياء الحكومية والعلاقات العامة والأشياء الخارجية، بس أطمئن دائما إن التكنيكال إيفريثينج أوكي، لأن إذا ما تضمن أنت كرئيس تنفيذي أمورك الفنية والتشغيل أوكي كل شيء ما ينفع. المهم قال لي ايش تبغي؟ قلت له والله قال لي اي المصنع. قال انا ما عندي تصريح فاوقف على جنب. وقفت على جنب من 7:15 الى 7:15 اقف. راح عبيد قال لي تفضل. طب شو لنا جيت باس يسمونه؟ لا مشكلة. راح. طبعا الساعة 10 طلعت علشان أروح حق أستاذ يوسف الشراوي. نتفاهم على وضعي يعني، أنا رايح لا أعرف راتبي ولا أعرف نظام ولا أعرف أي شيء، أعرف يعني ولا مع من أوقع ولا أي شيء. وأنا طالع نفس الرجل الأمن رافع البابين ويضرب صلاته. يا أخي صار أنا نفس الشخص اللي قبل شوية قعدتني بالصحة برا حبيب اللي وقف على الجامعة. قال لا أنا قريت في أخبار الخليج أنت رئيسنا الحين. بس عجبني هالشخص، ويوم ما طلعت من بتروكيماويات بعد 18 سنة قلت هاي الشخص أبغى أشوفه آخر واحد يودعني، أبغى أشكره لأنه رجل أمن فعلا يحافظ على مسؤوليته وعلى عمله، وعجبني حرصه على سلامة المصنع. ودائما خلال 18 سنة كنت أحبه وأبادل الكلمات والتحية معه، وكون زمانة قوية معه، وإلى الآن ذكر سلامي معه. وأنا طالع من بتروكيماويات الله وفقني، لأن استلمت المصنع كانت عندنا مشاكل فنية كثيرة، وسعر المواد السوق كان مشكلة كبيرة، السعر كان نازل، السعر التقديري كان للمشروع 100 دولار والسوق كان طاب لي 30 دولار، يعني ما نطلع حتى تكاليف ولا رواتب الموظفين. وقدرنا الحمد لله أن نسدد 300 مليون دولار، 300 مليون يعني في 1988
يعني تتكلم عن 3 بليون الآن. قدرنا نسدد، قدرنا نبني مصنع جديد يوريا، ونحافظ على البحرين من خطورة الأمونيا، ونخلي قاعدة قوية ورمز للتعاون الخليجي، إن المشاريع الخليجية في البحرين تنجح. وأحد الأسباب اللي كان علينا ضغط نجاح إن الشركة كانت مملوكة من البحرين والسعودية والكويت، ما كنا نريد بأي طريقة أن المشروع يفشل. في نفس الوقت كنت في الشورى، والله وفقني في الشورى، أنا قدمت عدة اقتراحات تم تحويلها إلى قوانين، منها قانون السلامة المرورية، نظام تعليم السلامة في المدارس، هاي تحول إلى قرار وزاري بدل قانون، لأن يأخذ وقت إعداد قانون وسنتين وسنة فترة طويلة بحياة سلامة الأطفال. فأنا اقتنعت باقتراح سعادة الوزير بالقرار الوزاري، إضافة إلى قوانين تخص سلامة الموظفين ومنشآتهم، وكنت رئيس المرافق. في هالأثناء كان في طلب من أو أمر من جهة الملك أن أنتقل إلى بابكو. وبالنسبة لي كنت مرتاح بتركم ويان، من جمال الطبيعة، من مزرعة أسماك اللي كانت تغذي أهالي سترة والمعامير، وأيضا تغذي البحر من أشجار، من طبيعة، من إنتاج، من مصنع ما في طوفة إلا عليها شهادة ودرع وسام، وما في ناس روعة الجمال في الإبداع مثل حبيبي عبد الرحمن جواهري وباقي زملاء المهندسين يعني. والشركة كانت واحدة من بناتي. الحمد لله أشكر سيدي جلالة الملك أعطاني الفرصة للرجوع إلى بابكو، ومثل ما تقول نجا صغيرة وما أحلى الرجوع إليه. رجعت لبابكو، أتذكر كرئيس لبابكو كيف وضع الشركة ذاك الوقت كان؟ جدا صعب صراحة، كان في تحديات أمور كثيرة، وكان علي تحدي إن مع عراقة الشركة إن أطلع 30 مدير بحريني في فترة قصيرة. كان جدولي الزمني اللي حاط أمامي 4 سنوات، فتحدي، لأن عرفت إذا أريد أطور لازم أطور المدراء يكونوا بحرينيين. والله وفقني ضمن التحديات أنا أطلع 30 مدير، وفعلا صاروا مدراء عظيمين، بعضهم صاروا حتى وصلوا بعدي مركز رئيس الشركة مثل الأخ فيصل المحروس، لو أعتبره رجل جدا فاضل يوم أعطيته الفرصة للانطلاق والثقة، وهو يعلمني في الأمور النفطية، وصاحب فكر وعقل وثقافة جدا عالية. فأعطيت الشباب الفرصة والتشجيع، وإيماني بأن البحريني قوي، ومثل ما تعطي الاحترام والإحساس بالمسؤولية على طول يتأقلم مع الجو ويبدع. بس شعوري أول ما رجعت إلى بابكو الساعة 11 طلعت من مكتبي في رفاينري، عندي مكتبين، مكتب في رفاينري، مكتب في بابكو في عوالي. كنت في رفاينري طلعت أتمشى ومتجه صوب المحطة اللي اشتغلت فيها عمري 13 سنة. أخوي لا تتخيل شعوري بالسعادة، أتذكر إيش كنت لابس، كيف أمشي، كيف خطواتي، كنت فزت ورب الكعبة أن أرجع لي كرئيس للشركة. الحمد لله يا رب. ورحت للموقع اللي أنا كنت فيه، تذكرت وين كنت مع العمال
يوم نشتغل شفت العصاري نشتريها فيها 25 رطل من 10 كيلو نتشارك ونقصصها العصر تكون بارد ولذيذ ومن العرق الصيف نستانس نتشارك الأكل ونتعلم ونقدم اقتراحات وفي الليل كنت صغير الليتات كان عندي عرس ما كنت أشعر بخطورة العمل أنا فيه وكنت متفائل جدا إن أنجح يعني جدا كنت متفائل معنا والدتي كانت تتمنى نصير كاتب كلارك كانت يعني أن ننجح إذا واحد يكون كاتب في يعني كلارك في هوتيل ولا في شركة ولا شيء تلك الأيام بالنسبة للطموح كان شيء كبير فكنت متفائل والله كرمني أن قدرت في بابكو أزيد إنتاج النفط تقريبا للضعف فكرة جدا بسيطة جبتها من أبو ظبي كنت في مؤتمر وشفت يتكلمون عن حفر أفقي بحيث في الآبار ينزلون يحفرون بعدين أنا ببي تروح جانبية ويشفطون بحيث من نفس البير اللي مكلف جدا بناء ملايين الدولارات نقدر نزيد الإنتاج ف كلمت أخوي فيصل محروس إلى تقدير كبير في قلبي ولا دور كبير خدمة الوطن فقبل التحدي كونت فريق مجموعة من الشباب فيصل بسان هشام زباري ومجموعة من المهندسين البحرينيين اللي قاموا بدور جبار لازم تتخيل بعد 70 سنة من النزول يجي فريق بحريني ينقذ شيء مو عادي أبدا تغيير تاريخ البحرين إلى الأبد إلى فوق إن شاء الله فعملوا تجربتين ثلاث يواني بعد سنة قالوا ترى نجح مصطفى هاي النتائج جبت شركة استشارية قالوا لي نتائجهم صح أسلوبهم صح بعد ما صدقت لو أنا أقول حق شخص آخر ما يصدق أنا بحرين سوى شيء متعودين إحنا واحد إنجليزي دائما يقول الشيء المهم الخطر فما بغيت يصير شك في المشروع بشركة ثانية وشركات عشان يعملون بحث يكلفون $100,000 يمكن أو أكثر شركات نفطية مكلفة عملنا تقييم لتجارب بحرينية كانوا تجربتهم ناجحة وصحيحة بعدين طبعا خبرنا القيادة والمسؤولين وشفتوا النتيجة الآن أسسنا شركة تطوير بدون ما ندفع ولا فلس اتفقنا يأخذون جزء بسيط 2% من الأرباح و 98% من البحرين وهي حسب النظام العالمي يعني بحيث أن الشركة اللي تحضر تأخذ جزء وصاحب المورد الحق يأخذ أكثر شيء إضافة لها كان أمامي تحدي بحيث أن المصنع تكرير قديم وفي خسائر فاشتغلت على مشروع تحديث الريفاينر اللي كان موضع الحديث حوالي 20 سنة وقدرت الحمد لله اقناع البنوك ان ننتج ديزل خالي من الكبريت او كمية قليلة جدا مصدر زيت التشحيم توسع في بعض الانتاج والمساهمة في الحصول على خط جديد للنفط اللي كان معطينا عرض لخط بس انتهت المدة والخط اللي نمشي فيه الأراضي كانت مأخوذة من قبل الأشخاص من السعودية بس الحمد لله بعلاقتي طيب مع المدير السابق في السعودية
عبد الله صالح جمعة ورجل فاضل وكان زميلي في المهنة. أنا كنت مدير الكهرباء وكان مدير الكهرباء. بعدين صرت مدير بتروكيماويات كان مدير النفط، كان في بيننا شوية علاقة. يوم صرت مدير النفط كان صديق العائلة وأعرف عياله وانذر ونشأتهم وتزاور كل شيء. يوم قال لي مصطفى ما في مجال نعطيكم كل المجاري المجرى بالآلاف كيلومتر بأخوذ. قلت له أرجوك أخي أطلب من طلب واحد هو ورامي وزير النفط يساهم الله خير يحبون وحرين. كان موقف جدا مشرف ووافقوا على طلبي. يا زيارة كان معي بعد أيضا أخوي فيصل محروس وعنده صور عن تلك الزيارة. وبعد ما الحمد لله وصلت إلى نجاح بتوفيق من الله والفريق الفني اللي معاي، لازم أقول إن الله يبعث لك في كل طريق ناس مثل ملائكة، مثل ما الكهرباء كان معاي جميل عبد الرحمن في بتروكيماويات وزملائي في بابكو. دائما الله يبعث لك ناس لازم تعرف هم بشر بس شكل بشر بس بروحهم مثل ملائكة بالخير، ينقذونك يشيلونك من أخطار. يا ما واجهت خطورة كهرباء لو زملائي أثناء فتح المفتاح الكهربائي لا انفجر في وجهي، يا ما أنابيب كانت تروح في وجهي في أماكن خطرة وإلى آخره، بس الله أنقذني بدعم وحذر ونصيحة زملائي. بعد هاي وصلت إلى سن التقاعد القانوني وكنت مصر على هالشيء لأن كنت أريد دماء جديدة لبابكو. تميت 15 سنة دكتور؟ قبل كنت تم 15 سنة بس كرئيس 4 سنوات وكنت حريص أن أتم 4 سنوات عشان أخلص مهمتين توسعة وتجديد مصنع التكرير وزيادة الإنتاج. لأن أول نصيحة أعطاني جلالة الملك يوم قابلت بتعييني قال I want you to increase oil production. فعرفت أنه ما كان عندي وقت لكل مشاكل بابكو وعندك أمور من مرفأ سترة إلى نيويورك بواخر رايحة، من ريفاينري إلى مئات الآبار في الصخير و 3000 مقاول و 3000 موظف ومهن شعبة. معنى أنا اختصرت لأن كنت أتفطر مع في البر مع ناس العصر أشرب شاي مع في المرفأ وأتغدى مع بعض العمال. استغليت وقتي 4 سنوات أن أحتك بالعمال هم أتعرف عليهم في الفترة أعرفهم أساميهم شكلهم وأسمع همومهم. استغليت الوقت استغلال الله وفقني استغلال جدا جيد وكنت حريص أن أستغل بقصد تعرف عليهم وقصد استماع عليهم وكان هاي أسلوب جدا مفيد لكسب محبتهم وأشرح حق الناس العاديين شنو قصدي بالتغييرات اللي أسويها. وإذا أنت حصلت دعم الموظفين العاديين ترى هاي أهم أحسن من دعم بعض المدراء الكبار لأن قوتك أنت في أضعف حلقة في الأيدي العاملة في المؤسسة. لازم علاقتك متكاملة مع أكبر مدير جيدة إلى أصغر عامل. بعد هاي أنهيت المدة وأنت راضي دكتور؟ كنت راضي لما أنهيت المدة مثل ما نقول هل حسيت أنك أديت الجميل؟ للأمانة كنت راضي لأن أول شيء التغييرات اللي عملتها وقلت للمسؤولين قلت ما أعتقد لعشر سنوات أحد راح يضيف شيء أكثر ما أنا الخطط اللي ماشية وراح تنفذ. كنت واثق من هالشيء وفعلا هاي الشيء صار والإجراءات اللي خليتها مشت وجنينا ثمارها والحمد لله. وكثيرين اللي اشتغلت معهم في عدة مواقع كانوا يمشون على الاستراتيجيات اللي أخليها فكان عمل متكامل وتعاون بين مؤسسات وشركات. طبعا القيادة ما كانوا راضين أبتعد عنهم فقلت أنا ما راح أبتعد عنكم
بس أنا طول عمري من 13 سنة أبند ولف أشغل ولف، بس أبخذ لي فترة أرتاح وأعطيه فرصة للدماء جديدة، وأنا ما أطلع إلا متأكد إن مضبط لكم 30 مدير، كل مدير يكون أفضل مني أنا، مو أنتوا، أنا أروح شخص بس عندكم 30 مدير وناس يأخذوا محلي أفضل مني، ثقوا بهالشيء ولا لا يمكن أتحرك. أنا أحمي أي مؤسسة في البحرين بدني بجسمي، مو بس بالكلام. فكنت واثق ان المصنع يمشي ويمشي بقوة ومثل ما حدث. فقالوا اوكي بس نبغيك معنا في المؤسسة الملكية، وقالوا انك تشتغل مع شيخ ناصر، كنت سامع عنك كلام طيب وانك ميزانية، يعطونك ميزانية قوية. واول ما جبت الشيخ في اول لقاء صارت مودة بيني وبينه وصراحة، وشفت في عينه الأمل والحماس، وعرفت أن أقدر أعتمد عليه إن أمشي مشاريع كبيرة، كنت واثق من هالشيء. أول لقاء في 5 أغسطس 2008 أخوي عبد الرحيم قال لي ترى في قرار تعينك أمين عام مؤسسة الملكية، أمر من جهة الملك، طبعا مركز جدا عالي. فأول شيء سويت ذاك الأسبوع جمعت الموظفين في نوفوتيل هوتيل، كنا في شارع المعارض في محل يعني جدا جدا متواضع، وغيرنا إلى هالمحل ولا أماكن جدا جيدة بالسيف مثلا. المهم اجتمعنا هناك وقلت لهم أنا عندي طموح أن نعمل مصانع شغل في الأيتام والأرامل، الأيتام الكبار طبعاً، ونعمل أبراج وكذا. كانوا يضحكون بين بعضهم، ما إيش فيكم؟ طبعاً مو مضحكين، ما كانوا يطنزون بس يعني شبه إن مو مصدقين الكلام اللي يسمعونه. مهمة صعبة. إيه، وأنا كنت واثق بهالشيء ولا كان ما قبلت التحدي. طبعاً بعد هالفترة الآن الله وفقنا إن عملنا عدة أبراج لصالح الأيتام، عملنا دراسة الآن لمصنع للتمور، نفكر حصل على أرض من وزارة التجارة في دعم كبير منهم لبعض المصانع لصالح الأيتام، وعندنا نظريات نعلمها نروج لها. النظام اللي نتابع في المؤسسة لو تسمح لي. تفضل. أنا حضرتها لأن ما كنت أعرف الحوار عن شو الموضوع. فعندنا نظرية إحنا في المؤسسة اسمها موسف، موسف كلمة إنجليزية طورتها أثناء دراستي للدكتوراه، عبارة عن mission, vision, objective, implementation, feedback و توفير الموارد. بما معنى أنت إذا تريد تطور شركة على الفلاس أو مؤسسة جديدة أو تبني أحلام إلى مشاريع، لازم يكون عندك رؤية، لازم عندك الهدف، دراسة تحليلية، لازم يكون عندك موارد من مالية أيدي بشرية عاملة، وعندك مراجعة مستمرة لخططك وتحلم هاي الخطة. بعدين قد أحتاج إلى قوة تحرك هاي. أنا طبقت النظام في بابكو، طبقته في بتروكمويات وفي ميدال كيبلز، وحققت نتائج كنت لازم أطبقه هني بعد. بما معنى أنت خل عندك فكرة، خطة بعيدة المدى، استراتيجية، وهي اللي احنا تعلمنا من جهة الملك، هو دايما نظرة استراتيجية، ما تأسيس المؤسسة وتكليف. سمو الشيخ ناصر بحب للخير للشباب وقدرته القيادية إلا هاي فيجن والنظرة البعيدة. فموسف تدعم العمل بخطة مدروسة. طيب إذا أنت عندك خطة، كثير من الشركات مؤسسة خطط جميلة
على ورق. شو اللي يحرك الخط؟ اللي يحرك هو العنصر البشري. شو نريد في العنصر البشري؟ نحن نريد فيهم طاقة معينة. أنا سميت الطاقة كريموك، مثل ما أنت كريم المجتمع. كريموك عبارة عن القوة التكاملية للإبداع، كريتيفيتي، موتيفيشن، التحفيز، أن تشجيع نفسك على العمل، على الإنتاج واختراعات جديدة، وثقافة مؤسسية. الثقافة تشجع على العدالة، على الإنصاف، على الجودة، على كل الأشياء اللي تريدها، على القيم، على النزاهة. إذا عندك طاقة تتحلى بهالأشياء، توفير المال والأراضي كل شيء سهل. لأن أنا أقعد مع شيخ الأزهر، عضو معافى بيت الزكاة والصدقات اللي احنا ساهمنا في تأسيسه، بكرم من شيخ الأزهر، لأنه هم أساتذتنا، هم اللي علمونا. بس يرضى أن نعمل مؤسسة في مصر تحت إشرافه على نمط مؤسسة البحرين، هاي نعتبره أكبر تكريم للبحرين من فضيلته. فأنت تحتاج إلى طاقة بشرية، هاي يجي عن طريق التعليم، تشجيع، واختيار الأشخاص في البداية. بعدين عندك هالطاقة وعندك هالخطة الاستراتيجية. ليش؟ كل ناس عندهم أهداف معينة. أنا شنو هدفي؟ أنا هدفي إن أبني هرم النجاح. هرم النجاح أبدأ لأن أخذ اليتيم، أبناء جلالة الملك، أعطيهم المعاش، الدعم المادي، أعطيهم التعليم، أعطيهم الصحة. بعدين التعليم، تعليم مجان بالحكومة، بس الأيتام ظروفهم صعبة، لازم نتابعهم، نعطيهم دروس تقوية، ناخذ نتائجهم المدارس. الفاشلين قبل ناجحين، ناجحين نسويهم حمل التكريم، مو مشكلة، بس الفاشل لازم أعرف عنه قبل الناجح، ويوده لو مركبت ناجحة هاي ولد الملك، ولازم نطلب النتائج. عندنا كثير قصص النجاح، عملنا كتاب عن رواد المؤسسة الناجحين. بعدين يصير مشرف مثلي أنا في شركة ينجح، أو يعملون أعمال من المنزل، شركات، أعمال بسيطة بالتدريج إلى ما نساعدهم يكونوا مساهمين في شركات، مو بفلوسهم، لأنهم أيتام وفقراء وأرامل. لا، إحنا نعطيهم جزء من الأسهم بشرط أن يشتغلون 5 سنوات بإخلاص، ينجحون الشركة، وبعدين يحققون نجاح. لوين وصلنا؟ الحمد لله عملنا الحين مطبخ إنتاجي، دخله في شهر رمضان كان جدا كبير، ومو وقت أروح في تفاصيل، بس أخذنا موافقة لتأسيس شركة تجارية، وراح نعمل ذراع تجاري اقتصادي منفصل تحت مظلة المؤسسة، تحت قيادة شيخ ناصر، تحت رئاسة فخرية من جلالة الملك، لإعطائهم البرستيج وفتح الأبواب لهم، إلا هم يكونون مستقلين، يشتغلون حسب أنظمة شركات اقتصادية تجارية تحت تحديات. القوي يبقى، اللي يفشل أوت، اللي يجتهد نعطيه الفرصة. هاي أحلامنا. أبرز المواقف اللي في ذاكرتك دكتور من السفرات والرحلات؟ والله موقف كان حلو. طبعا في اليمن يوم ما رحت، الكل يعرف أنا أركب طيارة الشحن، تفاجأ الشيخ ناصر معنا في الطيارة يوم تبطل الرامب، الباب الخلفي من الطيارة، شفت الكارغوس والصناديق الكبيرة الموجودة في الطائرة، ولا فوق الصندوق الدكتور مصطفى السيد بالسوت
وبهالابتسامة اللي أنا خبرها دائما، شفت الدكتور، قلت دكتور شو تسوي هني أنت؟ قال لي والله اشتقت لكم الصراحة ويتقدم يد العون. قلت له والله في أسرع وقت أرجوك اركب الطيارة الحين، لا نزلنا الحمولة وارجع البحرين. بعدين جاءت الملك أيضا لما انتشرت صورتي، ما أدري من صور الصراحة، ما كان في مصور، واحد من ياوي ودعوني الصورة وصلت جاءت الملك، كلمني يوم الثاني وقال أنا أبغى أشكرك لأن كان بإمكانك تأخذ طيارة خاصة وتروح مع الشحن أو قبل الشحن أو بعد الشحن أي وقت، بس أصريت أن تكون مع الشحن حتى تقابل الناس تبلغهم تحياتي وتوصل المواد بيدك، هاي شيء جيد. طبعا بعد هالموقف يخليني أستعمل طيارتي الخاصة جزاه الله خير مرتين في لبنان وفي السودان آخر رحلتين في طيارتي الخاصة جزاه الله خير. بالنسبة للمواقف أيضا باكستان، اتصل بي بس عشان أراويك سرعة التجاوب مع احتياجات الناس وليش المؤسسة الملكية تعتبر الآن حسب تقييم كاف البريطانية أفضل مؤسسة إغاثية إنسانية في العالم رغم مواردنا البسيطة، مو علشان الفلوس بس علشان أسلوب التعامل، أسلوب أهل الخير واحترام الناس لين نوصل نتعامل معهم، الكرامة الإنسانية اللي نصونها ونشر الثقافة الإسلامية والمبادئ الإسلامية اللي قيمنا مبنية عليها، العدل، النزاهة، عدم تفريق بين الأديان، بين المذاهب، بين كل هالأشياء، السبب اللي خلتنا نحصل على التقدير. المهم قال لي اسمه الشيخ ناصر، نريد، كان في فيضانات على مساحة إيطاليا في باكستان، مأساة يعني، قبل حوالي 5 سنوات، قال نبغي نروح ناخذ معنا طيارة شحن. سنتين الظهر، قلت له متى؟ قال لي بكرة الساعة 6 الصبح تحرك. قلت له نحتاج طيارة 40 طن، يعني وزن 20 سيارة، مواد غذائية إغاثية طبية، خيام ورز وعدس تبغي لك 2 شهر. أقول 2 أسبوع. قال لي تقدر أو ما تقدر، خبرني إيش رأيك. قلت له طال عمرك لا أقدر أقول أقدر ولا أقدر وما أقدر، بس أعطني 2 ساعة أرد عليك، ما يصير خاطرك الله طيب إن شاء الله. هالساعتين اتصلت بالتجار يفتحون مخازنهم بقوة دفاع بالمركز التمويني حقهم، واتصلت بشركات الشحن عند روسية أردنية DHL غير، حصلت طيارة، ضمنت المواد، اتصلت بالحاكم العسكري في باكستان عن طريق رئيس الهلال الأحمر، ولنا علاقة طيبة معهم، نجيب المواد ورتبنا كل هالأمور. الساعة 4 قلت له طول العمر رتب كل شيء، الطيارة والاستقبال والسفير راح يجينا والإعلام والمواد، نروح طيارتك وطيارة ثانية تروح ساعة قبل، كل الأمور تكون أوكي. ورحنا وصلنا 9:30، 10:30 خلصنا. سمو الشيخ ناصر كان عنده برنامج، قال لي تم هناك، فقلت أنا أرجع البحرين، قال لي خذ الطيارة وارجع، عقب بترجع لي أنا. رجعت، رحت
في طريقي أنا راجع من المطار العسكري في مسخير، مرت التلفزيون وأعطيتهم ينبوها بالتسجيل الأخبار. رحت البيت 1:30، العادة أنا أروح البيت الساعة 4-5، رحت البيت تقريبا 1:30، زوجتي تقول لي جاي من وقت اليوم، قلت لي رحت باكستان. قلت والله رحت باكستان، وصلنا الموانت ورجعت، رحنا ساعة ورجعت. قالت لي كل مرة أروح باكستان عيال. هاي من المواقف الظريفة يعني. طيب دكتور، من هذه بنقول احنا هذا العقل الصناعي الإداري كل هذه السنوات، وحتى تجربة سياسية يمكن مجلس الشورى، طبعا نعرفنا لك إسهامات ثقافية، ويمكن حتى احنا قرأنا قصص الأطفال يعني هذه، فمتى هذه الأشياء لها في وقتك مجال أساسا، وشلون نمت ووين وصلت؟ أنا أحب السلامة، وكنت رئيس جمعية السلامة ولازلت رئيس جمعية السلامة، أحضر مؤتمرات وأتعلم أشياء كثيرة روعة عن السلامة، وأتمنى أن الناس تعرف هالشيء. فكيف أوصل لهم؟ أفضل وسيلة أن أسوي قصص في مغامرات، مثلا هاي وطني الجميل، هالكتاب أتكلم طبعا عن حب الوطن، أبرز أماكن الجميلة، بس أدخل فيه حب البيئة والمحافظة على نظافة البلد وكل شيء. بس عندي كتب عن السلامة، سلامة أطفالنا في العالم العجائب، أخذ واحد من هني إلى ديزني لاند مثلا أو مدينة سندباد، من ركوب الطيارة يعبس الناس لا يتبع إجراءات السلامة، يوصل يطيح على سلم، يطلع من شارع حادث، يوصل ديزني متكسر، لا هو يستانس ولا أهل. ففي كل هالمواقع أراوي الحوادث وراوي الحلول، وفي الأخير أعطيه الأمل إن إذا يحافظ على سلامته مكافأته الرحلة القادمة إلى يورو ديزني مثلا، إن الأب يكون حق ولده هالمرة ما استانست، بس أوعدك إذا حافظ على السلامة وما سببت هالمشاكل إن الرحلة القادمة رحلتك إلى مدينة ديزني، وأنا راح أشتغل أوفر تايم عشان أضمن أنك تتحصل هالرحلة. أدخل فيهم احترام وحب الوالدين. كل كتبي يعني متخصصة في أمور تنفع النشء إلى ما يكبر. ثم قلت بالنسبة للسلامة أخلي في مواقع إنه يعني يتعرض لحادث، بس أيضا أشرح إنه كيف يطلع من الشيء، وأخلي النهاية سعيدة، لأن الأطفال يقولون قصصي قبل النوم فأبغى ينامون سعيدين. أول قصة كتبت طبعا ما كان عندي خبرة في الأمور الأدبية، وعرضت على أستاذنا الكبير الله يطول عمره محمد جابر الأنصاري وخلال المقدمة، وغير الكتاب، كنت كاتب خط بالأسود حوله الأحمر من تصليحاته. وآخر شيء قال لي إن أطلعوا مثلا مدينة ديزني فرحانين، والأبو وعدهم إنه يوديهم إلى مدينة ديزني، والولد قال أنا بعد أسوي لحصالة أكبر أجمع فلوس، وطلعوا فرحانين. فأخذت درس منه إن أعطي الفرح والسعادة في كل قصصي. حلم الوطن الجميل هاي شيء جميل رائع. الحلم الجميل إلى ما عندي كوبي منه، هاي تقريبا قصة محمد صلاح، بحيث في شخص يحب كرة القدم يلعب باستمرار ويتمرن، إضافة إلى أشياء مواقف يعني فيها إثارة
ورحلات وركوب الجبل من وادي لوادي، بس في الأخير هالولد ينجح في الكرة ويحصل تشيك. أول تشيك يعطي له أمه وأبوه، يقول لهم أنتوا علمتوني تدربتوني، وبنى مسجد يخلي الذكرى أمه وأبوه القصة. وهاي قصة محمد فلاح والولد اللي محمد صلاح بطل العربي لاعب ليفربول. حتى اللي نراوي أي شخص، لأن كتبت هاي في سنة 2005، هو اشتهر بعدة سنوات بعد، كان صغير يوم كتبت القصة. القصة مطابقة لحياته ولكيف رجع لقريته وساهم في بنائها. هالولد في القصة بالضبط اللي صار لمحمد صلاح بدون ما أدري، بس القصة تعطي أمل لكل الناس أن يدرسون وأيضا يمارسون الرياضة وينجحون. يعني هاي خارطة الطريق لطفل من عمره 10 سنوات يقرأ هاي إلى ما يكبر. بس الكتاب اللي تعب عليه كثير وثلاث سنوات من البحث والدراسة، مبادئ العمل الإنساني، هاي المقدمة من فضيلة الإمام الأكبر الشيخ الأزهر دكتور أحمد الطيب. أول مرة يكتب مقدمة لأي كتاب في حياته، وقال له أنا قريت هاي. وطبعا الأزهر راجع الكتاب من ناحية الفقه واللغة، وراح يتم تدريسه كمادة مثل علوم وتاريخ ورياضيات، لأن ما في فائدة إذا عندنا تاريخ والناس رايحين مثل ما يحدث في العراق وفي اليمن سوريا وحروب وليبيا وغير. نشر المحبة والسلام أهم شيء، والسن المناسب لنشر المحبة والسلام سن الطفولة والشباب، بحيث نزرع في قلوبهم حب الخير، حب الحياة، حب الوطن. جلالة الملك عندما أسس المؤسسة الملكية والله عمل خير للبحرين، في شوارع البحرين ما تحصل لحد تسول العلاقات الطيبة اللي نكونها مع باقي الدول، الزيارات اللي نقوم بها، عمل الخير اللي نسويه. البحرين أول دولة وصلت المواد إلى غزة في الحرب الأولى، أول دولة بعد 20 سنة تبني مبنى متعدد الطوابق، وعشان لا يقول أحد إحنا ما نساعد البحرين ونساعد برا، نساعد البحرين إحنا كمؤسسة، أنا غير الحكومة، إحنا مؤسسة مستقلة، الحكومة في كل منطقة في مدارس ومستشفيات وبالنسبة ومساجد بالنسبة العدد أكبر من حتى من أمريكا وأفضل من أمريكا. أنا أقول لك واتحدى اي واحد من ناحيه الصحه، اذا واحد في امريكا يمرض ينزف على باب المستشفى اذا ما عنده فلوس او تامين يموت ولا حد يجوبه. البحرين غير العلاج المجاني، انا عندي من 200 مستشفى خاص، في كل مستشفى 5-6 أماكن للعمليات الصعبه خلال السنه، غير التعليم المجاني عندي للأيتام، المدارس الخاصة 4-5 أماكن للمتميزين من الأيتام حتى يروحون مسار التعليم الخاص اللي مكلف بس يروحون بالمجان. طيب دكتور، لو حبينا نتكلم قبل لا نقول دعم العائلة الصغيرة، تفهمهم إلى انشغالك هذا الدائم وكل هذه السنوات، عائلتك الصغيرة يعني. عائلتي؟ إيه والله أحبهم وعلاقتي طيبة معهم، وعلشان يعني أعوض عن سفراتي وعن انشغالي، مثلا كل يمعة أما أطبخ أو أرتب الأكل كل يمعة، لأن أطبخ يضحكون على طبخي أنه صار أصفر ولا أحمر ولا كذا، المهم أنه يأكلونه وأكلي صحي، بس أخلق لهم جو. الأوقات القليلة عندي إذا أرجع أخذ العيال الأحفاد أطلع بهم، يعني ما أدخل أروح البيت
الساعة 4-5 ما أدخل إلا شايل أحد أدور به. وعلاقتي مع عيالي مع أحفادي يتصلون بي يقولون بابا طابي منا نعمل كلمة للمدرسة بهالمناسبة يمكن تساعدنا. أقول أنا طالع الآن وعندي عشاء سفارة في مكان، بس ابعث لي النقاط اللي انت سويته وقبل ما أنا أصل السفارة أعمل لك. يبعث لي بالواتساب أتيب وأعدل. حتى أنا في السيارة في الساعة اللي عندي بين وصولي أروح أبدل ثيابي وأطلع عيالي ما أبخل عليهم يبعثون لي مسودة يعرفون أنا يعني جيد باللغة الإنجليزية أصلح وأعدل وأرد أبعث لهم بالواتساب. في أي مناسبة أوقف معهم مهما تكون الظروف. كنت أنا في دولة بعيدة اضطريت أقصر رحلتي وأسافر 11 أو 14 ساعة وأوصل أروح لحفل تخرج حبيبي. ما خليهم يشعرون أن أنا بعيد عنهم أبدا. دكتور، هل في من أصدقاء الطفولة أو الدراسة أو الحياة بشكل عام تموا معك إلى اليوم؟ أنا أحب الناس وما علي من مقامهم درجاتهم، أحب كل الناس. وعلاقتي مع اللي عشرتهم بالحورة في أماكن عمل لازلت محتفظ بصداقات. أنا أحب الناس أي مكان، حتى لو أروح تشيكوسلوفاكيا أطلع من الفندق أشوف ناس قاعدين بحرينيين من صوتهم شكلهم أسلم عليهم أقول لهم أنا من البحرين ممكن أقعد معاكم الحين أروح أقعد معهم أو أي ناس أحب يعني أي مكان زتات أتعرف على الناس وعندي صداقات جدا جميلة. بس أحب للجميع الصراحة يعني. شاكرين لك وقتك دكتور الصراحة، ما ودنا يكمل اللقاء، تعبناك معانا، ألف شكر لك. أنا أشكركم جزيل الشكر وأحمد ربي اللي عطاني هالحياة الطيبة. أشكر كل من وقف معاي في جميع مراحل العمل، ما شفت من الناس كل الخير، حتى اللي وقف ضدي أعرف أنه كان في سبب يحتاج أن أنا أعدل مساري وأقدره. لي محبة لكل الناس واللي تشوفون يعرفون شنو أقصد وش كذا أنا أدعي لهم في غيابهم. أشكر جلالة الملك، أشكر سمو ولي عهد رئيس وزراء قيادة، لولا دعمهم لي في أماكن مختلفة لما حصلت الفرصة لتحمل مسؤوليات وطنية إلى أوصل بدرجة أتحمل مسؤولية 70% من اقتصاد البلد. هاي شرف كبير وهاي يعطي أمل لكل عامل بسيط أنه بنظام البحرين يقدر ينجح بغض النظر عن هو من ولد من، بشرط أنه يجتهد يدرس ويشتغل بإخلاص. يا أخ مصطفى السيد ما يقصر، وين ما يجيه الأمر يتوجه، وأحياناً ترى هو ما يجيه أمر، هو اللي يطلب وهو اللي يتطوع إلى هذا العمل ويروح. راح مناطق كثيرة الحقيقة وزار مناطق كثيرة وساهم مساهمات بأفكاره وبعمله كثيرة. على كل حال أهم شيء وهو مبتسم. إن أحلام الدكتور مصطفى وطموحاته الكبيرة لم ولن تتوقف عند هذا الحد،
فمع كل بزوغ فجر جديد يتجدد الحماس والشغف في قلبه، وتكبر بداخله الرغبة في تحويل المستحيل إلى واقع ملموس يعود بالخير الوفير والرقي على مملكة البحرين وشعبها والإنسانية جمعاء، فصار بذلك أيقونة العمل والأمل.